تريدك. يلا ما انا كنت راح بس اذا جيت يلا واحد اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عادل عبد الغطيب من قناه ترتك تك تك. صباح الخير، اخر يوم لنا في برلين كالعادة، قائم الحالي ما في حد. اخي وش زين هنا، كيف بس جسمك وذا عقب السياكل والمناقز وش ايش وصاوي ما تحرك معاذ. يلا لقينا لك موتر اللي تدورها فراري. يب يلا يلا يا عيال وصلنا. اي ولد اخلص معاذ. جينا بنفحص معاذ عقب السيكل وعقب الكيبل كار امس، مخبط والله. هذا اللي هم عاد بياخذون من قدام. يلا هنا اليسار اليسار اليسار، يدك اليسار يدك اليسار. اذا حسيت بدوخة علمنا. لا طلع له دوخ. We all used to take blood and because we all work in the hospital in our country. I am a male nurse. I'm a pharmacist. He is epidemiologist. Epidemiologist. Yes. Okay. جابته؟ ادري والله شوف الحين الدم. ايه المان ذولي ما هو بشميسي. Okay. وانا جيدة. Okay. خلصنا يلا. ها سريع سريع. So then we go to the other room, the examination room. Okay يلا غرفة الفحص. هذه غرفة الفحص. New machine that we got. It's a very good new machine. You lay down on your back. انسدح بتورينا الكلى حقت الدم. You take the arms like this. تطلع لنا هنا. Yeah, it's perfect. So here we see هذا the liver and then here. خلص الدب الفحص الحين يقولون ما فيه كل العافية. سالم طرزان هاجة فيه أمس. هذا السطح الحين، احنا الحين فوق العيادات. يجي المريض يتكي هنا مع ذا الجو. والله حلو جميل. هذه العيادة، هذه عناوينها في برلين. خلصنا الفحص، عاد بكرة إن شاء الله بيرسلون لنا على الإيميل نتيجة الفحص وكل شيء. يلا بناخذ لنا التصبيرة تونا رايضين على الغداء. كل يا دب. حنا الحين في غرب برلين. المكان هذا يعني راقي جدا جدا، وله قصة. المول هذا زي ما تشوفون اسمه كاف هاوس ديس فيستنس، يعني معناها متجر الغرب. يعني فيقولون له قصة ان بعد ما طاح جدار برلين انكبوا كل اللي كانوا يعيشون في شرق برلين على السوق هذا، لدرجة انهم مره منبهرين بس كانوا فقراء يعني، بس لدرجة انهم يدخلون بس يناظرون ويطلعون.
فكانوا يقفلون البيبان عليهم يطردونهم يعني، كانوا تعرفهم فقر وكذا وما كان عندهم زي المولات هذه. ندخل هذا مدينة المجسمات، نفس اللي دخلنا في هامبورغ بس هذا مختلف، هذا حق برلين. مكانها ما تقدرون تضيعونه، تحت البرج على طول. وش تسوون؟ يقولك حرك؟ رفعت لهم هذا وشبه حط قاعد تساعدهم انت بينزلها لهم. يلا يلا شغلك جاي تحرك الألعاب اللقافة. ايوه وانتهى المعرض هنا، مركز كثير عن الحرب العالمية الثانية بس. اما تلاحظ يا ابو قويز حق هامبورغ لا حاط المدن وتفاصيل اكثر وادوار وطوابق. هامبورغ تلقى جبل قدامك فعلا، تناظر في فتحه صغيره في جوه تلقى حاطين جنيات وسط الجبل، اشياء تفاصيل يمكن ما تشوفها الا انت. هذا لا، هذا مركزين بس على الحرب العالميه الثانيه وبس. تونا عاد واصلين مطار ميونخ، صراحة جميل. هذه كبسولات للنوم حلوة جميلة. وش نظامهم؟ بالساعات يأجرونها لك، أقل تأجير ساعتين، ما يقدرون يعطونك ساعة، ساعتين أقل شيء. في النهار الساعة الواحدة ب 15 يورو وبالليل 10 يورو. الجميل في مطار ميونخ أن عندهم مستشارين للتسوق ويتكلمون عربي. هذه الأخت منى واحدة منهم، كيف حالك؟ اي يعني انتم وش شغلتكم بالضبط؟ انكم مستشارين للتسوق؟ احنا مستشارين ان احنا باللغه العربيه أي. بنقدم خدمات مجانيه للمسافرين على اي دول عربيه. بنشرح لهم اي شيء لو هم محتاجين اي اسئله عن المحلات، عن الدوتشي فري، عن التاكسي فري، عن اي شيء موجود في المطار وبدهم يسالوا عليه احنا بنكون موجودين في خدمتهم. ممتاز، شكرا اخت منى، شكرا. هذا طيران لوفتانزا، طلب احدث طياره ايرباص، هذه اللي هي A 300
50 طلبوا 25 طيارة من ذا النوع الموديل الجديد بأحدث المواصفات. هذا اللونج حقهم رهيب. شوفوا شوفوا الإطلالة، تنتظر طيارة كينا. سهلة مسلم. هذه غرف نوم حلوة. تك تك عندك، شوف أفياشك، أحلى شيء إن الأفياش كلها موجودة، USB وكل شيء. اللي يهمني أنا شخصياً والله الإنترنت صراحة. شوفوا أنا انصدمت من السرعة، 43 ميجا بس. شوف الأبلود، يا رباه يا رباه، هالرقم إذا يقتلني الحين يبوي أرفع اللي أبي. بس وهذه تغطيتنا لألمانيا، برلين وهامبورغ بالذات. إن شاء الله أنكم استمتعتوا فيها، وبس النهاية لا تنسون تعطونا لايك وتنشرون المقطع للي بيسافر لبرلين أو هامبورغ، بس عطونا سبسكرايب. يلا فمان الله.